اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن محمد مسال حميدو. كابتن، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن السنه دي من وجهه نظري المتواضعه هي سنه مفصليه تشابه او في الشكل 2016 2017. عملت ايه واستعدت لها ازاي؟ هو قبل اي حاجه طبعا بوجه شكر لمحمود رؤوف وعبد اللطيف عثمان، لعيبه عزاز جدا على قلبي، يعني بطلوا اعلنوا الاعتزال. انا بحبهم جدا طبعا، لكن هي دي سنه الحياه. بستعد طبعا، يعني انت عارف للاسف لجنه المسابقات ما حددتش اي حاجه خالص حتى الان ما حددتش، مش عارف هتبتدي امتى، لا عارف هبتدي امتى ولا عارف شكل الدوري ولا اي حاجه. دي طبعا نقطه، انا بلعب بالتوقع، بمرن بالتوقع. يعني انا بتوقع ان هو يبتدي مثلا الدوري من 15/10 لاول 11، واخد بالك؟ فبتظبط الاحمال على هذا الاساس. طب يعني سبب التاخير يا كابتن؟ والله انا ما مش الاجابه، مش عندي الاجابه، عند اللجنه ولجنه المسابقات. يعني هي هتعمل ايه، مستنيه ايه؟ ممكن مستنيه لغايه لما المنتخب يخلص ويبتدوا يعلنوا الجداول او شكل الدوري، او يمكن الانتخابات الجديده مثلا. انتخابات في شهر 11، ده اللي انا عارفه. ما هي لازم تبتدي الموسم بتاعك، سواء كان في انتخابات او مجلس، حتى المجلس الجديد هيعمل ايه؟ فانت انا ماشي بالتوقع. مدربك لك الدنيا الموضوع ده جدا جدا. انا بقول لك انا ماشي بالتوقع. يعني انت في الهاندبول والباسكت الناس عارفه هتعمل ايه، في اهداف قدامها. انا ما فيش هدف قدامي لغايه دلوقتي، هدف قدامي يعني دوري وكاس مثلا افريقيا وعرب او حاجه، انا ما اعرفش ولا تاريخ منهم من الاربع بطولات، ودي طبعا بتسبب عائق كبير جدا. صعب جدا. السنه دي الحمد لله تم التعاقد مع طبعا نجم محمد عبد المحسن، نجم نادي كان نجم نادي الزمالك، وعصران من اللعيبه الاكفاء جدا، واحد في مركز 3 وواحد في مركز 4 ان شاء الله. وجبنا محترف امريكي جاريت، لعيب طبعا لعب منتخب امريكا، واتمنى ان دي اهم حاجه، يعني هو ينسجم مع اللعيبه واللعيبه تنسجم معاه. فنيا هو كفء، يعني قصه الانسجام فقط جدا. انا يعني اختيار جيد، وكل الناس فوجئت بالاختيار ان شاء الله. يعني ان شاء الله، يعني فاستعدادي للموسم ده طبعا هيبقى طبيعي. هو كابتن لما انتوا عرضتوا عليه يلعب في مصر، خلينا نتكلم في النادي الاهلي عشان ما احب كده حضرتك ضحكت، انا احب اخش في التفاصيل اللي بتبقى بعد ما بيع النادي الاهلي عن الصفقه، بحب نعرف تفاصيلها. شفته ازاي؟ عرفت ازاي؟ عملت كونتاكت معاه ازاي؟ كلمني على التفاصيل دي بقى. اولا او يعني انا لما باجي طموح الجماهير النادي الاهلي وطموح مجلس ادارته وطموح انا الشخصيه، ببتدي بتطلع لبطولات اكتر، لحاجه اكتر، ببتدي بشوف انا عايز محترف يشيل اكتر، فابتديت ابص للنوعيه ثانيه من المحترفين واجرب. يعني انا كلمت كذا محترف، واحد من البرازيل، وابتديت طبعا ليا سقف برضه في طبعاً في طبعاً في الماده، يعني الفلوس طبعا احنا فابتدينا نتكلم، يعني اللي طبعا اللي كان بيغير 400,000 دولار، ابتدينا نتكلم نجوم كبار مش قليلين، يعني في البرازيل، في ايران، اسامي معروفه على مستوى، اسامي معروفه، بس في روسيا يعني فوجئت طبعا باسعار كبيره جدا. فكان معروض عليا واحد برازيلي، عملت الميزانيه بتاعته وكل حاجه، لكن طبعا قال مش هلعب في المنطقه الشرق الاوسط وعايز دوري جامد مثلا. وفعلا هو راح في نادي كبير في ايطاليا، يعني برغم اللي هو قاله خد اقل طبعا منه. لكن دورت تاني يعني كان في اتصال مع لعيب برازيلي حاجه جامده جدا، وخامس لعيب في 4 في مركز 4 في العالم، في المنتخب البرازيلي، في المنتخب البرازيلي الخامس واحد. والبرازيل طبعا ما ادراك بالبرازيل كره الطائره، فطبعا ده يعني عرض اتعرض عليه مبلغ كويس. وبعد كده هو قال لك لا انا هروح ايطاليا عشان يمكن عشان الدوري او حاجه، برغم انه راح برقم اقل من اللي كان هو طالبه. تمام. طبعا كان معروض طبعا جاريت، اشترط بس ان هو يجي في شهر 10، عنده ظروف عائليه، وانا يهمني جدا ان هو يكون مستقر عائليا. بالظبط، غير اللي هو جيسون اللي هو جه في لو مستقر عائليا هو ده كان شرطه الوحيد، ان هو يجي في شهر 10 ان شاء الله. احنا تقريبا يعني حجزنا له في 15/10 ان شاء الله ولا اي، يعني هو ده كان شرطه الوحيد. هو هيجي من الولايات المتحده ولا هو عايش من الولايات المتحده؟ لعب الاولمبياد ولعب الفي ان ال، يعني حاجه مشرفه ان شاء الله. يهمني جدا ان هو بس ينسجم. انا عايز اقول لك ان اول ما تعرف انه مضى مع النادي الاهلي لقيت ارقامه في كل حته، لقيت ارقامه واحصائياته وفيديوهاته ما شاء الله، يعني
اكيد يعني كان يعني لعيب جيد جدا، لعيب خبره عاليه جدا ومميز في الاستقبال جدا. يعني دي النقطه اللي كنت حاططها جدا، وبيلعب بخبره عاليه قوي. ان شاء الله هيساعد في الملعب، هيساعد الاولاد الصغيرين، هيساعد احمد، وده اللي انا امل ان هو يكون قائد برده مع الموجودين، مع احمد وعبد الله وحسام وقطب والناس دي. يعني حضرتك شايف انه اختيارك لهذا المحترف هو تلبيه لطموحات جماهير ومجلس اداره النادي الاهلي عشان نحقق مزيد من البطولات بالشكل اللي يرضي؟ لا تمام بالظبط كده الجماهير، لان انا ما كنتش راضي السنه اللي فاتت. انا ما كنتش راضي يعني السنه اللي فاتت خالص بالسنه كلها بمحتوياتها. في كانت في حاجه كانت في حاجه انا ما طبعا كنت قادر باك عشان كورونا كابتن يعني فانا بقول لك ان الطموحات ان شاء الله السنه دي ان احنا ان شاء الله نشارك في البطولات اللي المجلس الاداره هيوافق عليها طبعا، سواء كانت بطوله عربيه او افريقيه، بالذات البطوله الافريقيه. انا لازم يعني ان شاء الله باذن الله عايزين نتواجد فيها، عايزين نتواجد فيها وان شاء الله نبقى لينا دور كبير فيها. لان انا يعني عايزين نرجع اسم مصر تاني في منصات التتويج.